انذار الحدوث توقف ايضا عن توقف عدد كبير من سيارات الاسعاف تقريبا على الخط العام، وذلك لانه يعني هذا هو المكان الوحيد المتاح لها للتوقف ونقل الجرحى، كون المبنى حيث وقع الانفجار كما ذكرنا متضرر بشكل كامل، وتوقف بداخله تقريبا مستحيل خصوصا لهذا العدد الكبير من العربات المتواجده في محيط المكان. يعني نحن نتحدث الان عن حوالي 7 أو 8 سيارات اسعاف على الاقل، وجرافه تابعه للدفاع المدني، واليات تابعه للجيش اللبناني والقوى الامنيه. يعني هناك على الاقل حوالي 15 او ربما حتى 20 عربه بين سيارات دفاع مدني وسيارات اسعاف وايضا اليات تابعه للجيش والقوى الامنيه في محيط المكان. هذا بطبيعه الحال يزيد من زحمه السير ويقطع الطريق بشكل شبه كامل في محيط وقوع الانفجار. نعم، يعني فراس كما اشرت يعني وما زلنا نشاهد الصور ب يعني سيارات الاسعاف ما زالت موجوده، ما يعكس ويعني ان هناك المزيد من الجرحى ربما. نعم عبير، هناك ايضا احد الجرحى الذين ينقلون الان، يعني على ما يبدو انه احد العمال ربما المصريين ينقل، هو احد الذين كانوا داخل المبنى ولكن حالته الصحيه تبدو يعني مقبوله، لا يوجد اضرار على الاقل حتى مثلا مبالغ في جسده، ربما يعني هو على الارجح مصاب بصدمه نتيجه وجوده داخل المبنى لحظه سقوط ووقوع الانفجار، ولكنه يعني على ما يبدو ونامل ذلك بتبطؤ دقيقه من الناحيه الجسديه طبعا نتحدث، وان كان يبدو عليه واضحا اثار الصدمه، وهي مساله طبعا متوقعه لاي شخص يتواجد في هكذا مكان. طبعا نعم فراس، بالنسبه للجرافه التي اشرت اليها هل باشرت عملها؟ يعني هي متوقفه لم تباشر عملها الان، هناك يعني يتم توجيهها من قبل عناصر الدفاع المدني الموجودين في المكان يعني ويتم ازاحه بعض الاشياء. نحن ابتعدنا قليلا يعني تم ابعادنا من قبل القوى الامنيه، استطيع ان اشاهد ان الجرافه متوقفه، في هناك عمل يدوي يتم من قبل عناصر الدفاع المدني بالقرب من الجرافه ازاحه لبعض الحجاره الموجوده، ربما ذلك يكون تمهيدا لبدء عملها، ربما يخشون من ان تقوم بابيه بشكل غير مقصود بطبيعه الحال احد الاشخاص العالقين تحت الانقاض، لذلك يجري العمل على التاكد من ان هذا الامر لم يحدث. الان هذه الجرافه تعود ادراجها، ربما قرر الدفاع المدني انه لا حاجه اليها ربما، او يعني انا فعلا ننتظر ما ستقوم به، لان على ما يبدو لا زال هي تقوم الان برفع الونش المعلق فيها وبداخلها شخصان من عناصر الدفاع المدني، يبدو انهم يعني هي قامت برفع هؤلاء الشخصين الى سطح المبنى، حيث يتم ليس سطح المبنى الرئيسي ولكن سطح المكان او السقف، حيث يعني تمر العربات لملء الوقود، والان هؤلاء الحصان يعينون السقف، ربما هذا اجراء احترازي قد يكون للتاكد من انه لا يوجد ضحايا، قد تكون يكون الانفجار قذف بهم الى الاعلى، وبالفعل هذا ما تم يعني من داخل الونش الموجود بالجرافه، عاين شخصان من عناصر الدفاع المدني اعلى المكان وقالوا للسائق انه لا يوجد احد عالق هناك من الجرحى او الضحايا، فتم انزاله. يعني على ما يبدو ان هذا الهدف الاساسي كان من استخدام الجرافه هو رفع بعض عناصر الدفاع المدني للتاكد من انه لا يوجد مزيد من الضحايا في اماكن لا يستطيع العناصر من دون المساعدات التقنيه الوصول اليها، تحديدا كما ذكرنا سطح المبنى الرئيسي هو سطح المكان الذي تمر العربات من تحته لملء الوقود. نعم ايضا اعود والمشهد نفسه يتكرر
للمرة العاشرة ربما في أقل من 10 دقائق أشخاص السيدة تصل للتو قضية يعني صغيرة بالأحرى الآن هي في حالة انهيار على ما يبدو أن لها أحد الأقارب الموجودين في داخل المبنى هي لا تعرف حال أي شيء حتى الساعة لأنها وصلت للتو ولكن في رأس المشهد أصيبت بنوع من أنواع الانهيار و الآن تتم إحاطتها من قبل الصليب الأحمر والقوى الأمنية ومحاولة تهدئتها يعني أيضا القوى الأمنية تحاول من خلال الأقارب والأشخاص الذين يأتون إلى المكان مساعدتهم الوقت محاولة التعرف على ربما بعض الجرحى أو بعض الضحايا القتلى الذين وفي حال كان هناك إمكانية بطبيعة الحال للتعرف على وجوههم. نعم. يعني الآن الطوق الأمني الذي يضربه الجيش اللبناني بدأ يتحول إلى طوق أكثر إحكاماً وهناك نوع من أنواع يعني لا أستطيع أن أقول العنف ولكن هناك نوع من أنواع الإرغام للناس على العودة إلى الوراء وربما يكون هذا الأمر مطلوباً لأن حقيقة الأمر أن يعني بحسب ما أشاهد من هنا وللأمانة فإن الفضول يعني الجماهيري الذي عادة ما يرافق هكذا نوع من أنواع الأحداث يعني الانفجارات تحديدا يعيق عمل الأجهزة الأمنية التي تحاول يعني كي لا تستثني أي من الفرضيات تحاول أن تعاين الجريمة أو مطرح الحادث على الأقل بشكل دقيق وأن تسحب أي أدلة قد تكون موجودة حتى لو لم يكن العمل عمل إرهابي عمل تقني أو أي يكن تحاول أن يعني أن تعرف الأسباب الناجمة عنه لأنه كما هو معلوم في مرحلة لاحقة حتى ولم تكن هناك نوايا تخريبية من وراء هذا العمل فربما يعني سيكون هناك محاسبة بشكل من الأشكال على أسباب هذا التقتيل لأنه كما هو معلوم فإنه في محطات الوقود يعني يكون هناك إجراءات سلامة عالية في المستوى وحتى مسائل من نوع تلحيم تهريج الوقود أو ما شابه لا تواثقا ولكن أعتقد أنها لا يفترض أن تتم في مبنى وحطات الوقود أو على الأقل في حال تمت بداخلها أن تكون كل إجراءات الصيانة أو كل إجراءات السلامة متوفرة ولكن يعني طبعا نعود ونقول مبكر ربما تحميل المسؤوليات الآن ولكن أن يحدث هكذا أمر في محطة للوقود وفي حال استثنينا الفرضية التخريبية التي لا تبدو يعني مرجحة حتى من قبل القوى الأمنية الموجودة في هذا المكان فهناك بشكل أو بآخر هناك تقصير معين ربما يتحمل القيمون على المحطة جزءا من يعني هذه المسألة تحتاج ربما إلى فراس سوف نعود إليك بالطبع لنعرف المزيد عن الأسباب وعن عدد الضحايا الزميل فراس حتوم شكرا لك حتى هذه اللحظة النشرة مستمرة وفيها بعد الإعلان